متابعة لأنشطة الاتحاد النسائي الإسلامي العالمي فراكات، جاء تنظيم الحملة التوعوية بالدائرتين 7 و8، وذلك ضمن أنشطة القافلة التوعوية التي أطلقها الاتحاد لصالح سكان مدينة أنجمينة بهدف الاهتمام بتعليم البنات. تقرير محمد حسن آدم. القافلة التوعوية التي نظمها الاتحاد النسائي الإسلامي العالمي فرع تشاد حول الاهتمام بتعليم البنات، والتي انطلقت من الدائرة الأولى وصلت هذه المرة إلى الدائرتين 7 و8، واستهلت المناسبة بكلمة ترحيبية لعمدة الدائرة 7 ميكائيل جبريل، وتلتها عدة مداخلات من قبل أعضاء الاتحاد النسائي الإسلامي، والتي تمحورت حول أهمية تعليم البنات لضمان المستقبل والتنمية المستدامة. هذا وفي الدائرة 8 فقد أشادت العمدة فاطمة يحيى عبد الله بهذه البادرة الطيبة التي تسهم بدورها في تحقيق الأهداف الرامية إلى تعزيز قطاع التربية والتعليم. كما قدمت وصايا وإرشادات من قبل المحاضرات، وطلبنا من الأمهات وربات البيوت إظهار الرغبة في فتح الفرص أمام بناتهن لمواصلة الدراسة بغية المشاركة في بناء الوطن بجانب إخوانهم الرجال. الأمين العام للاتحاد النسائي الإسلامي فرع تشاد في كلمتها أشارت إلى أن المرأة هي اللبنة الأساسية لبناء المجتمع، لذا يجب علينا الاهتمام بتربيتها وتعليمها منذ الأساس. البنات إتن هنم ويتيم ده من اليوم ده أنتم أبقوا يعني الليدر هذا الكرفان، الكرفان حقت التعليم دي، وأنتم السفينة دي أنتم قدوة. أبدو من البويم الجبسي من هذا الشعر الجبسي من هذا، أنتم اليوم قاعد تستعملوا الفيسبوك، تستعملوا الواتساب، البويم ده اليوم ده مرر في الشات كله، أي نادم تعرفين دي أدرسة قاعد مرر له البويم ده. وننوه بأن فعاليات هذه القافلة التوأوية ستستمر حتى الدائرة 10 لمدينة عنجمينة.